اهلا بحضراتكم. الهيئه العامه للرعايه الصحيه اطلقت خلال الايام اللي فاتت حمله جديده لدعم مرضى السكري. الحمله دي تم اطلاقها تحت شعار سكرك موترك في ايدك تسيطر، وبتستهدف تقديم الفحص الطبي لكل المواطنين من كل الفئات العمريه، مش بس لمرضى السكري لكن لكل المواطنين في محافظه الاقصر. الحمله هتستمر حتى نهايه هذا الشهر للكشف الطبي الدوري عن مرض السكري او مضاعفات هذا المرض، بالاضافه طبعا لتقديم خدمات تثقيفيه وتوعويه للمواطنين عن خطوره المرض وطرق التعايش معه. طبعا ده مهم جدا ان احنا نناقشه عبر كاميرا اكسترا نيوز مع ضيفتنا الدكتوره سالي عبد الرؤوف، مدير عام الاداره العامه لشؤون المكتب التنفيذي بالهيئه العامه للرعايه الصحيه. دكتور سالي اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بحضرتك دكتوره منى، اهلا بحضرتك استاذ حميم، اهلا بالساده المشاهدين الاعزاء، اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا دكتور سالي. انا في الاول احب اقدم تفضلي في الاول احب اقدم واجب العزاء لكل اسره اكسترا نيوز على وفاه المذيعه الجميله الاستاذه اسماء مصطفى، البقاء لله وربنا يرحمها ان شاء الله. شكرا. الف شكر لحضرتك يا فندم، شكرا لكلماتك ودعواتك الرقيقه. دكتور سالي خلينا نتكلم مع حضرتك عن هذه الحمله، ما هو اسم شعار هذه الحمله وما هو الهدف منها تحديدا، وخصوصا طبعا انه السكر من الامراض يعني صحيح بقدر صعوبته، ولكن اذا ما تم تشخيصه مبكرا والاهتمام به والتعامل معه بشكل يعني مكثف بيتم التعايش معه. تفضل. هو طبعا مرض السكر ده من الامراض اللي احنا بنسميها مرض صديق للانسان، زي ما حضرتك قلتي كده ان هو مرض لو هو تم اكتشافه مبكرا بيتم التعايش معاه عن طريق بعض الادويه وفي نفس الوقت الفحص الدوري وهكذا للمرض والمضاعفات بتاعته. احنا في الهيئه العامه للرعايه الصحيه تحت رعايه الدكتور احمد السكي رئيس الهيئه العامه للرعايه الصحيه أطلقنا المبادرة دي، وهي الحقيقي هي من سنة، مش هي مبادرة جديدة، هي مبادرة سكرك موترك بإيدك تسيطر، وهي معناها إن لو حد اكتشف المرض السكر بتاعه بدري وتم علاجه وممكن نعمل كنترول عليه وما يسببش مضاعفات كتير. السنة اللي فاتت هي بدأت في بورسعيد كأولى محافظات اللي دخل فيها قانون التأمين الصحي الشامل. السنة دي بدأنا في الأقصر وهي مستهدفة 30 ألف مواطن من المواطنين في أهالينا في جنوب الصعيد، بالإضافة برضو إن هي موجودة في بورسعيد لسه شغالة، وبرضو هنبدأ في الإسماعيلية إن شاء الله. هي الآلية دكتورة سالي في التعامل الحملة المفروض الهدف الأساسي بتاعها. تفضلي. اتفضل. لا تفضلي يا فندم، الهدف الأساسي من الحملة. الهدف الأساسي من الحملة هو الكشف المبكر عن مرض السكري زي ما حضرتك قلت في البداية ومضاعفاته، وهي بتستهدف فئات المواطنين كلهم اللي موجودين في الأقصر. الآلية، هل بيتم عمل مسح شامل لجميع المواطنين المشتركين في الرعاية الصحية في التأمين الصحي الشامل، ولا هو بيكون بحث انتقائي واختياري لعدد أو لعينة من المواطنين؟ لا، ده سكرينينج مش للمواطنين المنتفعين بالتأمين الصحي الشامل وبس، ده كل للمواطنين اللي موجودين في الأقصر سواء إذا كان منتفعين بقانون التأمين الصحي الشامل أو لا. نعم. هذا الكشف يا دكتور سالي أين يتم؟ والأعمار السنية مختلفة، كنا هنسأل حضرتك عن الأعمار، ولكن هذا الكشف أين يتم؟ هل في المستشفيات والوحدات المتخصصة فقط، ولا في مثلا يعني عيادات متنقلة أو أماكن أخرى بتذهبوا إليها؟ هو المفروض ان احنا عندنا في الأقصر 52 منشأة صحية تابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية، 47 وحدة ومركز طب أسرة، وخمس مستشفيات. المفروض التارجت بتاعنا كل المنشآت الصحية بلس عيادات متنقلة راحت فعلا عملت كشوفات. اول يوم جايز كان في مرسى العبارة وعملت حوالي 1000 مواطن
وبعد كده اتنقلت بعد كده لساحات دينيه زي ساحه الشيخ الطيب وساحه الشيخ مرتضى، وايفن حتى بنستهدف المنشات اللي هي الحكوميه اللي تابعه للدوله زي مبنى التامينات الاجتماعيه في مدينه طيبه وهكذا. فهي هي في عيادات او نقاط فيكسد ثابته في المنشات الصحيه في ال 52 منشاه صحيه، بلس ان في بعض العيادات المتنقله بتروح كذا مكان يعني خارج المنشات الصحيه. ايه الخدمات الاخرى اللي بيتم تقديمها للمصابين بمرضى السكري؟ هل بيتم تقديم الادويه والعلاجات المختلفه المتعلقه بمرض السكري ولا هو مجرد توعيه؟ لا، هي توعية أولا طبعا زي ما حضرتك بتقول عن المرض والمضاعفات بتاعه وطريقة التعايش معاه، بلس إن لو أي حالة تم اكتشافها إن هي فيها يعني مصابة بالمرض بيتم تحويلها على أقرب وحدة صحية على حسب التوزيع الجغرافي للمواطنين اللي موجودين، بتتحول للوحدة الصحية وبيتم تسجيلها كمنتفع للتأمين الصحي، وبنبدأ بعد كده بعد الإجراءات التشخيصية والعلاجية وهكذا. نعم دكتور سامي، وده بالفعل تم إن في طفل فعلا تم اكتشافه إن هو عنده السكر وتم تحويله للوحدة الصحية التابع لها وبدأنا الإجراءات معه. نعم، التجاوب المواطنين مع هذه الحملة يا دكتور رصدتوه إزاي؟ وحضرتك عارفة طبعاً أنه مع بعض الأمراض يمكن وحث المواطنين على التوجه لعمل كشوفات الكشف المبكر وما إلى ذلك، البعض كان بيستجيب وربما في بعض الأمراض الأخرى البعض كان بيتهاون في التعامل معها. ما هو تجاوب السادة المواطنين معكم في هذه الحملة؟ والله هو السادة المواطنين كانوا متجاوبين كويس جدا مع الحملة، وخاصة ان احنا بدأنا من قبل الحملة بكذا يوم. حضرتك عارفة طبعا ان الحملة بدأت تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي لمرض السكر اللي هو كان يوم 14 نوفمبر من قبل الحملة، واحنا اوريدي في فريق الاعلام وفريق التسويق بدأ يعمل زي توعية عن طريق السوشيال ميديا للمواطنين، بلس ان احنا كمان القسم بتاع إدارة رضاء المنتفعين اللي موجودة في كل المستشفيات والأفرع اللي هو في محافظة الأقصر وبورسعيد بتبقى متواجدة طول الوقت مع الحملة سواء إذا كان جوه المنشآت الصحية أو خارجها علشان خاطر تعمل زي توعية للمواطنين ان ده حاجة في مصلحتهم وان ده حاجة هتخليهم لو عندهم لا قدر الله المرض موجود هيكتشفوه بدري هيعالجوه بدري وهكذا. فده بصراحة سهل المهمة جدا بتاع الطاقم الطبي والتمريضي اللي كان موجود بيقوم بالحمل، لان هو زي ما حضرتك عارفة الحملة هي مش جزء طبي وتمريضي بس، هو في جزء توعوي في جزء بتاع رضا منتفعين وهكذا، فكله بيشتغل تيم ورك، وبالتالي يعني عملت افكت كويس الحملة جدا. احنا المستهدف بتاعنا كان حوالي 30,000 في الأقصر، احنا وصلنا في حوالي اسبوع اراوند 13,000، فده طبعا يعني سكسس، يعني ده سكسس صحيح. للحملة ده نجاح للحملة ونجاح ان احنا عرفنا نوصل للمواطنين الأهمية بتاعة الكشف المبكر وان ده حاجة في مصلحتهم وان دي هتساعدهم وان هم المفروض يعملوا الفحوصات دي والكشف ده بحيث ان هم لو لا قدر الله في مرض زي ما قلت لحضرتك ده مرض صديق للانسان فممكن يكمل حياته جدا بشويه اجراءات بسيطه سواء اذا كان في العلاج سواء اذا كان في طريقه الاكل الهيلث ستايل اند سو اون. تمام. طيب دكتوره سالي، حضراتكم او بحكم ان حضراتكم بتتعاملوا بشكل مباشر مع الجمهور وموجودين على الارض، هل في معلومات ومفاهيم مغلوطة عن مرض السكري موجودة عند الناس وبتحاولوا بقدر الإمكان حضراتكم تغيروها؟ هو الحاجة الأساسية المفهوم الأساسي الشائع اللي احنا بنحاول نغيره ان الناس بتبقى خايفة جدا ان اول ما حد بيصاب بالمرض ده بيجيله ذعر جامد جدا بسبب المرض، هو ده الحاجة الأساسية اللي احنا بنحاول نوصلها ان ده مرض اوريدي موجود
سهل العلاج بتاعه مش صعب، سهل السيطرة على المضاعفات بتاعته عن طريق الفحص الدوري، سواء إذا كان لقاع العين، سواء إذا كان للكلى، سواء إذا كان لأي للقدم علشان ما يجيلوش قدم سكري أن سؤن. فبالتالي هو لو هو خد العلاج المناسب، مشي بطريقة الأكل واللايف ستايل المناسبة ليه اللي هي تحميه إن هو يحصل مضاعفات للمرض، بلس إن هو يكشف على المضاعفات دي دورياً، وده اللي احنا بنعمله في المحافظات اللي احنا زي محافظة بورسعيد، في حملة أخرى اللي هي انزل واطمن بتاعة الكشف الدوري على المنتفعين بالتأمين الصحي، ان هو مجرد ان هو يعمل فحص دوري ده هتوفر عليه تعب كتير وكوست كتير او تكلفة كتير على المنظومة الصحية في مصر كمان، هي مش عليه هو بس، عليه هو وعلى المنظومة الصحية في مصر. حضرتك ذكرتي نقطة مهمة دكتور سالي، وهي أنه أحيانا بيصاب الإنسان بالذعر لما يعرف أنه عنده السكر، فأنتوا بتطمنوه وبتعرفوه يتعامل إزاي مع المرض. الحقيقة أنا كمان عايزة أتكلم مع حضرتك عن العكس، على النقيض تماما، أحيانا بيتم التساهل جدا مع هذا المرض، يعني خصوصا فيما يتعلق بالأكل، فتلاقي مريض سكر وبيأكل العدد من السكريات وكمية من النشويات لا تتناسب أبدا مع حتى نسبة السكر اللي موجودة عنده في الدم، فكمان التوعية بتكون لكلا الطرفين أكيد. طبعا أيوه طبعا مع حضرتك جدا، طبعا أن التوعية والفحص الدوري بيفرق كتير جدا في الحالة الصحية بتاعة الأشخاص المصابين بالمرض ده وبغيرها من الأمراض المزمنة. نعم. زي الضغط، زي القلب and so on. نعم. هل مستقبلا يا دكتورة سالي هل سيتم إطلاق هذه الحملة أيضا على محافظات أخرى؟ حضراتكم أطلقتوها في محافظة بورسعيد والآن في محافظة الأقصر، هناك أيضا محافظات تدخل وتندرج تحت منظومة التأمين الصحي الشامل. هي بالفعل يا أستاذ همام هي دي استكمال للمبادرة اللي بدأت أو للحملة اللي بدأت السنة اللي فاتت، كانت في نفس الميعاد بالظبط يوم 14/11 اليوم العالمي لمرض السكر، وهي بدأت في بورسعيد السنة اللي فاتت، السنة دي هي في الأقصر وبورسعيد، واحتمال كبير إن احنا المستهدف بتاعنا إن احنا كمان نشتغل في محافظة الإسماعيلية، هم دول الثلاث محافظات اللي حاليا تابعين للهيئة العامة للتأمين الصحي. وإن شاء الله طبعا خلال الفترات القادمة باستكمال المرحلة الأولى ودخول المحافظات الباقية اللي هتتبع الهيئة العامة للتأمين الصحي، إن شاء الله طبعا هنستمر في الحملة دي أو المبادرة دي إن شاء الله. من تعامل حضرتك يا دكتورة سالي على الأرض مع السادة المواطنين، بتشوفي إيه الأمراض اللي يعني اللي ممكن تكون موجودة في القائمة بعد التعامل طبعا مع السكر وهذه الحملة وسكرك موترك وما إلى ذلك، إيه تاني ممكن نكون محتاجين على الأرض نشتغل عليه أكتر، نطلق له حملة أكتر؟ أنا عارفة أن في مجموعة من المبادرات حتى مبادرات الرئاسية كمان متعلقة بالأمراض مختلفة وغيره، لكن بتكلم على الأرض كده بشكل الحملات والقوافل اللي احنا شايفين زيها دلوقتي. والله يا دكتورة منا، هو يعني أنا من وجهة نظري إن في حاجتين مهمين جدا المفروض إن احنا نهتم بيهم. أول حاجة الأمراض المزمنة اللي فيها السكر والضغط والقلب وما إلى ذلك، وفي كمان اللي هو الكانسر أو السرطان بالفئات المختلفة، ده الكشف المبكر فيه طبعا بيفرق كتير جدا في حياة الشخص المصاب وفي الكواليتي أوف لايف أو جودة حياته، حتى مش مجرد ان هو يعيش وبس، لا يعيش حياة صحية الى حد ما. نعم. ويتعمل كنترول على المرض، وبرضو زي ما قلت لحضرتك بتفرق كتير جدا على مستوى طيب. البلد نفسها وعلى تكلفة الخدمة الصحية انها بتفرق كتير. نعم. فاحنا طبعا فخامة الرئيس اطلق مبادرات كتيرة علشان الامراض المزمنة، الاعتلال الكلوي، ضعف السمع عند الأطفال،
صحة المرأة، كل دي أمراض بتستهدف الحاجتين اللي أنا قلت لحضرتك عليهم، الأمراض المزمنة والكانسر أو السرطان. إحنا بالنسبة لنا في هيئة الرعاية الصحية أطلقنا مبادرتين، في مبادرة اسمها صحتك ثروتك، ودي بتستهدف الرجال، ودي عملنا حوالي برضو عملناها في الأقصر، كشفنا على حوالي 10,000 مواطن للكشف المبكر عن سرطان البروستاتا. نعم دكتورة سالي، المفروض ان احنا مستهدف لينا ان احنا نعمل 30 نعم 30,000 ان احنا نعمل 30,000 حالة كمان الفترة الجاية استكمال لل 10,000 اللي في الاول، ودي المفروض ان احنا هنبداها احتمال كبير اول الشهر الجاي ان شاء الله. ان شاء الله. فدي ده للكشف المبكر عن سرطان البروستاتا، وهي اسمها صحتك ثروتك. دكتوره سالي، في حمله قبل كده اوريدي اتعملت للكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم، ودي برضو استكمال للكلام اللي انا قلته لحضرتك بتاع يعني الكشف المبكر عن الاورام عامه يعني. الدكتوره سالي عبد الرؤوف، مدير عام الاداره العامه لشؤون المكتب التنفيذي بالهيئه العامه للرعايه الصحيه، شكرا جزيلا لحضرتك على وجودك معنا في هذا الصباح وفي هذه الحلقه.